السلام عليكم. دلوقتي هنستخدم الشات اللي هو GPT اللي هو من اوبن اي اي، ان انا هقول له خليك بالنسبه لي كواحد بيعمل انترفيو، تمام؟ اختبرني، اسالني الحاجات دي كلها، تمام؟ فهنبدا ان احنا ندردش مع بعض. فبيقول لك يعني متشرفين بيك وشكرا على الوقت بتاعك في الانترفيو، اخبرني قليلا عن الباك جراوند. تمام. فهيبدا بقى يسالك ايه المسؤوليات بتاعتك كبيم مانجر والسكيلز والحاجات دي كلها. فبقول له مثلا ماي تيم، طبعا دي مش الاجابات الصحيحه بس هي ايه. فبيديني بقى شويه اسئله كده، بيدخلك في الجو. فبيقول لك اشرح الاجابه، انت ازاي كنت بتعمل كولبريت مع الناس، تتعاون مع الناس. فممكن يعني فبيبدأ يشرح. فهو فعلا بيعيش في الجو، اي مهنة تختارها هو هيعيش معاك. هيقول لك، هيبدأ يديك اسئلة ويمرنك ويسألك اسئلة زي ما هو بيشوف في الانترفيوهات.